التوزيعة ولا تزال ليبيا. ماني صابول من جديد، ثم ماهر الحناشي ماذا يفعل؟ جيدا بالكعب ماني صابول للتوزيعة. خطورة خطورة وإشارة أولى، إشارة أولى تهدد مرمى لامين زماموش. يكشر عن أنيابه فريق الاتحاد. أخيرة متتالية هذه الرفعة من ماني صابول، ثم يلتقط نحو عبد الناصر صليل. جيد ومن جديد عبد الناصر صليل. مهاري هذا اللاعب، التوزيعة والمملكة السعودية كما قلنا. ماهر الحناشي للتوزيع وأعلى من المرمى، ستذهب 6 أمتار لمصلحة مولودية تلدي. على أي حال أكيد المولودية كبير، والكبير يعني يستفيق في أي لحظة. هذه تسديدة من صابول وهناك خطأ. طبعا عبد الحميد بوجار اللاعب المغربي بالنسبة للاتحاد. من جديد على اليسار، هناك خطورة للتوزيعة. رأسية ورأسية أخرى، كثلاثة أجانب بالنسبة لنادي الاتحاد. إذا نتابع الكرة هذه، التصويبة تعود من الجدار، وثانية خطيرة كاد يكون الهدف الأول. الأولى رجعت من الجدار، محاولة عمر عمور، وثانية كانت يسارية خطيرة. سأنتظر معكم الصور البطيئة. شوف محمد عمور، ثم متابعة كانت من يفتك. من جديد اتحادية، ماني صابول التوغولي واللعب المباشر دائما الاتحاد. خطيرة هذه، إمكانية التصويب. تصويبة، ثم كرة أخرى وهناك لخبطة وجلب من المنتخب إلى النادي، وهذا يحدث كثيرا، يحدث كثيرا في ليبيا. فرصة هدف، والهدف يعني كاد يحدث في الأخيرة من الفترة الأولى. شوف التوزيع، التوزيع يعني كانت على المقاس من رضا بابوش منذ يومين تحديدا. بينما كالعادة ماهر الحناشي يسوي الأوفر للتوزيعة والرأسية، والرأسية بجرأة من مهاجم الاتحاد أحمد الزوي وهداف الفريق. وطبعا يعني مباراة متواصلة، يعني وسط تهاطل للأمطار مع دخول فصل تسليم جديدي. الحكم التونسي وحامل الشارة الدولية في الحقيقة، يعني لديه فيفا باج. هذه مرفوعة، إمكانية التصويب، ماذا يفعل التصويب؟ التباطؤ، ثم ثانية. ماذا يفعل الاتحاد؟ ماذا يفعل الاتحاد؟ مرة أولى ثم ثانية، وضاعت على فريق المدرب باكيتا. مقطوعة جزائرية بسرعة جيدة، والاتجاه إلى الهجمة المرتدة. إمكانية اللعب مع الجهة اليمنى ويراوغ ثم يسدد. حسن الفعلت، حسن الفعلت يا سفيان. والله يعني سفيان اليوم متألق، وهو يوسف سفيان يعني. يبدو يعني يهدي الهدف لتانيا، ولكي يكون صريح معكم لا أعرف يعني من هي تانيا، يعرفها فقط يوسف سفيان. على أي حال يعني خرج لنا بلافتة صغيرة بقماش صغير يحمل اسم تانيا، لكن المولودية ستحتفظ يعني ليس بتانيا بل بهدف يوسف سفيان في هذه الدقيقة الشوط المباراة الثاني. يتقدم الفريق الزائر 1-0. يعني على فكرة هذا هدف له وزن من ذهب، هذا هدف محقق خارج القواعد، سيفيد أكيد مولودية الجزائر، سيفيد بطل الرابطة المحترفة الجزائرية 2010 مولودية الجزائر، الفريق الذي تأسس يعني منذ 80 سنة تقريبا. شوف ماذا فعل يوسف سفيان. والله سفيان يعني اليوم يقود الفريق هجوميا، ابتعد عن أحمد العلواني.
شوف أخذ الكرة من قبل خط المنتصف، تكاد تكون مارادونية، تكاد تكون مارادونية. جماعة الخير يجري ويجري ثم يراوغ ثم يسدد، وعلى يمين الحارس عبد السلام مسلم. طبعا يعني كانت صعبة جدا، لم يترك أي حظ للحارس الليبي مسلم بعدما راوغ العلواني، وكذلك يتجاوز شتيبة وتسديد باليمنى. يعني هذه نموذجية، دعني أقول مراوغة ثم فتح الزاوية ثم يعني تصويبة، وهذه محاولة أخرى، محاولة مخاص المهاجم أحمد الزوي يبدو لي. هذه من الركنية مرفوعة، رأسية أخرى، أوه جيدة عملية التصدي، رأسية قوية كانت. ونعود للحركة الهجومية الأولى، يعني فعلا تدخل رقم 6 إبراهيم بدبودة هنا كانت على مقاس الزوي، وهذه المرة دائما تقدم المولدية عن طريق يوسف سفيان في الدقيقة 49. كرة أخرى خطيرة على الدفاع الجزائري، ويتفطن كالعادة، يعني متمركز كما يجب على خط المرمى لامين زماموش. طبعا خبرة كبيرة بالنسبة لمواليد مدينة الجزائرية، صاحب 25 سنة زماموش يتفطن أمام اللاعب الليبي محمد. دورة المرينجي أو الفريق الملكي ريال مدريد الدولية، وأشاهد هذه الهجمة المرتدة قبل العودة لريال مدريد، إمكانية التصويب وخاطئة. يتباتى يعني هناك على اللاعب الليبي كما قلنا بوجار يبدو لي. إعادة أخرى مرفوعة، وعملية الدفع واضحة لا غبار عليها، تقريبا على مستوى خط نقطة ضربة الجزاء، وهذه هي يعني الركلة، الركلة لمصلحة الاتحاد الليبي. هشام شعبان على بعد 11 متر الكرة، هشام شعبان، أوه ضاعت، ضاعت على الاتحاد، وسوء الطالع يرافق الاتحاد في الأدوار نصف النهائية. أوه تصدي زماموش، الحارس السابق لاتحاد العاصمة، الحارس السابق للاتحاد العاصمة هذا هو محمد لامين زماموش. على مستوى الركلة، ركلة الجزاء، يصلح، دعني أقول يصلح ما أفسده منذ قليل. هذا هو زماموش، شوف هشام شعبان وتصدي زماموش، تعود من القائم ثم المتابعة الرأسية من أحمد الزوي. يبدو أنه ليس هذا يوم الاتحاد، وليس هذا يعني يوم طرابلس عاصمة الجماهيرية بفرص مهدورة في الشوط الأول ثم بضربة جزاء لم يحصل الاتحاد وهدف الفريق في الدوري. من جديد سبول طويلة جيدة، إمكانية للتوزيع، لماذا يتباطى؟ إمكانية للتوزيع، أوه راحت، راحت على الاتحاد الذي يتباطى مع الاقتراب من مرمى المولودية. ومن جديد الكرة اتحادية في هذه الدقائق الأخيرة، التوزيع جيد، إمكانية للرأسية، أوه لا تزال خطورة، لا تزال خطورة، وكان من المفروض يعني التوزيع مرة أخرى يا سبول. ومن جديد البحث عن الرأسيات، هذه موالية ولا تشكل مشكل على الحارس الجزائري زماموش. 28 متر من الحارس مسلم، التصويبة، أوه التسديدة، التسديدة يعني كانت في اتجاه المرمى، يلمسها عبد السلام مسلم ثم على العارضة يبدو لي ثم ركنية. شوف شوف هذه المحاولة، عمر عمور الحارس ثم اتحادية، اتحادية على الجهة اليمنى كالعادة، البحث عن الرأسيات والبحث عن الزوي، هذه التوزيعة، أوه والله اليوم يعني يوم صعب جدا على مهاجمي الاتحاد. مع كل تتويج ولا بد على أي رمز بطولة أو كأس بين المحاذير، إمكانية إضافة هدف ثاني، أوه إمكانية هدف ثاني ضاع على الكابتن كمال جابر. كما قلنا لابد على أي يعني رمز بطولة أو كأس يمر على هذه الأحياء، وجيد اللمسة
لم صرف عنها التعلق الشديد بلعبة كرة القدم. هذه كرة أخرى، رأسية تحمد الزوي كالعادة لكن أعلى من المرمى، وضاعت فرصة أخرى للاتحاد. لعب الوقت البديل، الاتحاد اليوم يبدو ضحية الغيابات. لا ننسى يعني هناك 7 لاعبين أساسيين يتغيبوا، وهذه هي المتابعة من المهاجم أحمد الزوي. كانت كرة ثانية تابعها رغم خروج الحارس مموش. المهاجم يعني لم يحصل مباراة كرة اتحادية، والمباراة لم تنتهي بعد. كرة يعني تلقى تغطية من إبراهيم بدبودة. اليوم واحد من أفضل عناصر الخط الخلفي بالنسبة للمولودية بدبودة. شوف هذا هو التوغل منصور البركي، والتغطية كانت بدبودة ثم زعبية، وكالعادة يعني ضغط البوسيفي وأيضا بالريش والبركي، وصفرت النهاية يعني جاءت لتفرح الجزائريين وتغضب يعني اتحاد طرابلس الليبي. على اتحاد 1-0 بإمضاء اللاعب يوسف سفيان في الدقيقة